اصل انا احب ادلع نفسي اوي، احب ادلع نفسي موت. لا ما هو واضح، بسم الله ما شاء الله. ده انت فكرتني بالمهرجة ده الهندي اللي في فيلم فؤاد المهندس. مهرجة مين يا حاج؟ ده نيجي 25 مهرجانين في بعض. بس برضو يعني لا مؤاخذة يا حاج، ده انت بقيت يجي ازيد من 500 مهرجة. الحمد لله رب العالمين. بس انت ما بتعجبنيش في حاجة يا احمد برضو، معلش ما تاخذنيش يعني، زنق نفسك في حق كده هوت انت واهلك. يعني مش حاجة احمد برضو يعني حق بقى امجد، الحمد لله مبسوطين وعايشين. وبعدين ما تنساش ان انا عندي 3 حق مش حق واحد. اه ما هو ده كمان بيتي الرابع. ايه ده، انت اتجوزت الرابع امجد؟ برنسيسة، برنسيسة زي بتوع الافلام الامريكاني بتاعت زمان. اول ما عيني وقعت عليها يا اخويا اتدقلكت وقعت على ملوش. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ وده ايه ده كمان يا سيدي؟ لا 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 اوعى، ده الدلع كله. ده انت تقعد كده هو تبدد زي ما كان طرزان كده قاعد في الغابه لو تفتكر. ها وتقعد بقى كده تفكر وتزرع وتعيش. طب انا بقى لما اقعد زي طرزان كده هنا واسرح واعيش، هسرح في ايه؟ الشغل ولا في النسوان؟ في الاثنين. ولا اقول لك ساعات ما بقاش عايز اسرح خالص، بس المهم ابقى زي طرزان. طيب احنا ايه، هنفضل ماشيين في الغابه كده برضو طرزانات؟ مش هنقعد بقى؟ اه لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، اصل يعني جماعه ساعات بيبقوا قاعدين براحتهم. تعال نقعد هنا. اتفضل. يا عم ايه اللي انت عامله ده كله ليه كده يا امجد؟ طب هنصدر فاكهه من هنا ولا ايه؟ امال هنودي الفلوس فين يا حاج؟ سيدي ربنا يوسع عليك. انا معجب بدماغك قوي يا احمد، وعاوزين نوسع دايره الشغل اللي بينا. بس انا ساعات كده بحس يعني انك انت عايز تاخد جنب لوحدك. لا طبعا، لا والله ابدا. بص انا عارف ان الحاج فتحي ما بيطقنيش وما بنزلوش من زور. مش قوي كده يا عم امجد. لا لا ابدا خالص، وانت عارف يا حبيبي الشغل الصح احنا ما نقولوش لا ابدا. الموضوع ده كبير قوي قوي يا احمد، بس مش اكبر مننا. انا عارف انت دماغك رايحه فين. رايحه فين؟ خطة التنمية. مش بقولك انا معجب بدماغك، احنا لو حطينا روسنا دي على روس بعض كده ابو حميد، ها ها، هنتحط في لستة اغنى اغنياء العالم بعون الله. انا الموضوع ده مش في دماغي خالص، خطة التنمية دي هتحطني في عب الدولة، والعب ده انا ماليش فيه. ما انت العب كله في جيبك. ايوه بس ساعتها هبقى انا اللي في جيبهم مش هما اللي في جيبي يا امجد. عشان كده لا انا عايز اعمل حاجة تانية خالص. معك في اي حاجة؟ فرن صغير في كل دايره في كل حي في كل محافظه من اسكندريه لاسوان. طب ما هي دي خطه التنميه اللي بيتكلموا عنها، افران او مخابز عملاقه في جميع المحافظات. هم عايزين يعملوها عملاقه. لا انا مش عايز عملاقه، انا عايزها صغيره قوي بس كتير قوي. انا كده قريت اللي في دماغك. مش مهم اللي في دماغك، المهم انا عايز اعمل ايه. بس نعمل مصانع الطوب الطفلي. لا اله الا الله يا امجد، خطة التنمية طول عمرنا بنسمع عنها انما ما بتحصلش. هتحصل يا بيه لو احنا عايزينها تحصل. حاضر، معاك في الطوب الطفل. وانا اعتبرني معاك في الفرن من دلوقتي. طيب ايه رايك بقى لو دخلت معايا فرن تاني يا امجد؟ معاك في اي فرن. عايزين نعمل اي شغل في اليونان. مش معنى اليونان؟ عايز اجيب ابني من هناك. وانت عدم المؤاخذة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اعمل حسابك منك ليه؟ مفيش مرواح النهارده غير لما نفضي النجف ده من الذهب كله. ايوه بس ده شغل 3 ايام يا عم فتحي. الله، احنا ورانا ايه يعني؟ اهم حاجه السبيكه اللي تخرج تروح على صنطة العربيه على طول. لا خلينا نلمهم كلهم هنا مره واحده ونليلهم في الاخر عشان نعدهم. طب ليه يا جماعه ما جبناش حد يشتغل معانا الشغلانه دي؟ ما ينفعش يا احمد، الشغلانه لازم تخلص كتيمي. عارف يعني ايه كتيمي؟ لا مؤاخذة كده عاملة زي العورة. عارف يعني ايه العورة يا احمد؟ العورة عايزة ايه؟ عايزة سدها يا توحة. بالظبط كده. يبقى مفيش حد يعرف على الموضوع ده أي حاجة. ده لولا الجدع اللي اسمه ماجد رمسيس ده شريكنا، والله العظيم ما كنت قلت له. لا يا حاج، ماجد رمسيس ايه؟ من غيره ما كانش يبقى فيه ذهب. احنا كلنا في مركب واحدة يا حاج، ما تخافش. كان يبقى أبوك. كان يبقى أبوك معانا طيب ولا حبشي ولا حاجة؟ لا. خلي ابوك بعيد عن الموضوع ده، ممكن يبوظ لنا الدنيا. وحبشي كمان هيعمل لنا فيها وعظ بقى ويقعد يبكت فينا. احلى حاجه اللي احنا فيه ده، لا حد يمسك علينا زله ولا حد يزل لنا بحاجه.
انا دلوقتي نفسي افهم الذهب بتاعنا وشارينه بفلوسنا ياخدوا عليه جمارك ليه؟ اهو اضطرونا نهرب اهو. انا والله العظيم ما عارف موضوع الجمارك والحدود دي لازمته ايه. ما يسيبوا الدنيا مفتوحه، اللي عايز يشتري يشتري واللي عايز يبيع يبيع ومفيش مشكله الا السلاح والمخدرات يا حاج. خلاص يا عادي حماده القول قولك، احنا كده كده ما بنشتغلش فيهم الا السلاح بالمكسرات. ايه هنتاجر في المخدرات يا حاج؟ لا انت فاكر ان المزاج هو المخدرات وبس؟ امال ايه؟ المزاج قهوه، كافيار، استاكوزا، بكلار. بكا ايه؟ بكلار ده سمك بتاع الناس اللي بتحب تدلع نفسها قوي. ده غير بقى ان احنا هنستورد تونه، سردين. انت عارف ان قطاع الاطعمه في اليونان بيحقق 25% من الدخل القومي. ايوه ماشي، بس البضاعه دي هنلاقي لها سوق هنا؟ هتشتغل زي النار. وهنستورد برضو معاها كده شويه جبن ومرق الدجاج. مرق الدجاج؟ دي مكعبات كده بتتحط في الشوربه بتدي طعم الفراخ حتى لو ما فيهاش فراخ اساسا. ماشي خلاص، امشي في كل الاجراءات اللي انت عايزها، شوف لنا اقرب معدة السفر ونسافر نخلص. لا ما ينفعش دلوقتي، لازم نستنى شويه كده لغايه ما اعمل لي شويه مراسلات مع الشركات الكبرى وبعد كده. طيب اعمل حسابك على حاجه بقى، انت هتشتغل، انا هروح ادور على ابني. مش بس هتشتغل، انا عايز ملف قد كده احطه في عين اي حد يقول ان انا كنت رايح ادور على وهم. هو اللي يدور على ضمان مؤاخذة يبقى بيدور على وهم؟ استغفر الله العظيم، لا اكيد اللي دخل في دماغك الحاجات دي هو الحاج فتحي. وللاسف انا عذره مش عارف اتكلم معاه في حاجه، بس زي ما انا بدور على حالي ومالي كمان عايز اعرف اي حاجه عن الواد ده. استغفر الله العظيم. طب انت عارف هو فين في اليونان يا احمد؟ كل اللي اعرفه ان هم في اتينا، غير كده ما اعرفش حاجه. وهي اتينا دي حاره ولا زقاق؟ دي ارض واسعه. وبعدين انت وحظك بقى، يا ما تلاقيهوش يا ما تلاقيهوش. فعل الله ولا فعلك يا امجد. طب يلا يلا انزل بقى عشان زمانه محضروا العشاء، بس اوعى تقع وانت بتنط. انت مين قال لك اني هنط؟ انا الاول هتسند عليك وامن نفسي تمام، وبعدين اقوم كده زي الجن. يلا بينا ناكل ونخش على المرشيدس. يا وحشني. ودول بيتكلموا عربي يا امجد؟ مكسر. انا عندي واحده زيهم في البيت بس مش طايقها يا اخي. ليه؟ دول هليب وبيعملوا اي حاجه وكل حاجه ونضاف جدا. وبعدين ما تلاقيش واحده منهم راميه معاك ودن، وحتى لو راميه معاك ودن مش هتفهم اياته حاجه. وبعدين ما تلاقيش مشارك مع المكواجي، ولا هربانه مع السواق، ولا سرقت غوايش المدام والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ايوه دي بقى مسلمين ولا مسيحيين؟ تصدق ما سالتش. هي اللي عندك مسيحيه ولا مسلمه؟ لا مش مسلمه، بس ما اعرفش ديانتها ايه بالظبط. انا كنت هتعمل بديانتها ايه؟ المهم تكون بتشوف شغلها مظبوط ولا لا. طيب واحنا بقى مش هنشوف شغلنا يا مجودة؟ يلا يا باشا. اللي انا هكلمك عليه ده مجرد فكره في دماغي، وما اعرفش اذا كان لك فيها ولا لا. لو ماليش فيها ما تقولهاش، وبعدين ما يبقاش ليها فيها. ما انت عارف القرار مش ليا لوحدي. طب قوله بعد كده نبقى نشوف. بص يا سيدي، انا عايز اعمل هيئه نقل عام بس تبقى خصوصي. طب منين عام ومنين خصوصي؟ انا هقول لك يا سيدي، نقل عام لانها بتنقل الناس بشكل عام، وخصوصي لان ملكيتها خاصه بي انا. طب ودي تيجي ازاي دي يا احمد؟ تيجي من المانيا يا احمد.